تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهيك السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهيك العطر. ردي يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ودروني لا صديق ولا رفيق. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون. كل شي يسأل يسأل من أكون، أصرخ من لي أنا بليل الجنون، أنا بليل الجنون. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. اللي قاهرني اني انا في بيتك وقريب منك، لكني ما قادر اني احمد
أحسن لك تروح تنام. بكرة الصباح روح دور على بنتك. بدي تقتنع في داخلي إنك أنت اللي مختطف زينب، وأكيد تريد تساومني، لكن لا، ما في مجال مساومة. تصبح على خير. لا تضطرني إني أسوي كل اللي في عقلي. ساعتها بينقلب السحر على الساحر. دربي ضيعته ولا أدري السبيل، خايف خوف أبد ما لا مثيل. يا يما يا يما رد زينب تنادي، تنادي وتنوح في ظلام الليل. يا يما وين اروح؟ انت بعدش الحين ما جاهزة؟ تأخرنا منيرة. نتأخر على ويش؟ المشوار كله يا ساعة ونص يا ساعتين بالكثير. لا تنسي اني رايحين الجبل الأخضر ندور على زينب. أنا عارفة باللي تقولي يا محمد، بس أرجوك حبيبي اتفاهم مع أخوك أحمد بهدوء مهما عصب. أنا حاسة أن أحمد عنده مشاكل كثيرة. يا منيرة، أنا رايح الجبل ما رايح أضارب أحمد، بالعكس أنا رايح أحله مشاكله، وعسى الله يقدرني ويساعدني ان ارجع له بيته. قبل لا انسى، احنا وطالعين ذكرينا نمر نشوف بيت احمد. ان شاء الله بنشوف البيت وبعدها بنروح الجبل. يعني انت جاهزه الحين؟ دقائق وكون جاهزه. دقائق، تمام. دقائق يعني ساعه. تفضلي. اهلا اهلا، حياك ابو سالم. حياك الله. الله يعافيك. عساك جهزت العقد؟ والله يا ابو سالم العقد ما محتاج لفه كبيره، لكن ايش؟ لا يكون غيرت رايك؟ صراحه يا ابو سالم انت انسان عزيز علي، والبيت انت اولابه من غيرك، بس انا جاتني فرصه، يعني حصلت 10,000 ريال زياده عن المبلغ اللي اتفقنا عليه، وانا اعتقد انك انت ما ترضاها خساره فيي. هو الكلمه اللي اعطيتني اياها خلاص ما لها داعي؟ يا ابو سالم انا قلت لك الصراحة، واذا كان عندك استعداد تدفع هذا المبلغ انا ما عندي مانع، العقد يسمع لك صوتك والحين بنوقعه. ما اجيدك ولا ريال واحد، انا الغلطان اني تعاملت مع شخص مثلك. يا ابو سالم الله يحفظك في رعاية الله.
أنا الحين في الطريق، بس ما أريد الأستاذ عيسى يشوفني. خلاص، من أوصل قريب البيت راح أتصل فيكي. مع السلامة. السلام عليكم با. عليكم السلام أبوي، بارك الله فيك. با أنا بسبقك المزرعة، ما تريد شيء؟ لا يا ولد، اليوم لا تروح المزرعة، سير أنت صاحبك عادل وشوف البنية هاي الغايبة، يمكن بتلاقيها، وأنا من أخلص شغلي هنا في المزرعة بجيكم. با أنت كأنك تعبان. لا يا ولدي أنا بخير. كأنك ما نمت زين البارحة. لا الحمد لله نمت، بس الحين تروح سوي اللي قتلك عليه، توكل. حاضر يا ابوي حاضر. خلاص يا عمر، انت من اليوم تحل محل شيخان، بس حاول تتجنب الاخطاء اللي كان يرتكبها، لان هذا شيخان ترى هو كان السبب في تاخير رواتبكم. شيخان؟ معقوله؟ وليش ما معقوله؟ ولا انت ما مصدقني؟ ايش يا عمر من اولها؟ لعلمك انا ممكن اشوف الف واحد غيرك، لكن انا فضلتك انت عن الثانيين، فخلي بالك، اريدك تكون محل ثقه وراح ازيد راتبك. انا اخدم الشركه وصاحب الشركه بعيوني الاربع. بعيونك الاربع يا عوض؟ ايوه طال عمرك. انا قررت البس نظاره طبيه. لا وتنكت بعد ها. تحت امرك يا استاذ عيسى. طيب تقدر تتفضل الحين، بس خلي بالك تراني اريدك في مهمه عمل قويه. الغالي يرخص لك يا استاذ عيسى وانا حاذر. اسمح لي انا لك. يعني خلاص ما في امل انك تسحب الاستقاله؟ انا بعد رايحه استقيل اليوم، أصلاً اللي كان مصبرني على هالشركة هو وجودك أنت يا شيخان. أنا مستحيل يكون لي وجود من بعدك.
عصفور يا يما رفرف بريشة وطار فارق دفاشة رفرف بعيد وصار دور بسرعة قبل لا حد يشوفنا. يلا ايوه يا عيسى طلعت قبل شوي مر عليها الشيخان وطلعت ارجوك يا عيسى ارجوك حاول تتصرف ولا هذا البنت بتسوي لنا مشاكل وفضايح ولا يهمك يا حنان انا بتصرف أقول لك أنا بتصرف بعد شوية بجي وبشوف إيش سالفة هذا الموضوع لا تزعل نفسك أنت كل الأمور ممكن حلها وبسهولة يلا مع السلامة وليش تريد تقدم استقالتك يا سارة أرجوك يا أستاذ عيسى أنك توافق على استقالتي أنا بوافق إذا كان في سبب مقنع لاستقالتك لكن أنا ما أشوف في سبب يخليك تستقيلي أنا أحب أحتفظ بالأسباب لنفسي هو سبب واحد يخليك تستقيلي من الشركة يا سارة استقالة شيخان لا تفتكري إني أرجوك أستاذ عيسى الموضوع اللي جاي تتكلم فيه هو موضوع يخصني أنا لوحدي ويخصني أنا بعد طالما إنك تشتغلي في شركتي أنا ما فاتح هذه الشركة حال حب وعقاب وخرابيط إذا هذا من باب أولى يخليك توافق على استقالتي بس أنا ما موافق على استقالتك لأني محتاج لك يا سارة يعني إيش؟ لأني أريد أخطبك يا سارة لا تقول شيء الحين خلي الكلام لبعدين انا بروح البيت وبشوف المصيبه اللي عندي وبعدين نكمل كلامنا
وين زينب؟ وين ودوها زينب؟ لا يا عمل لا لا، احنا هني ما جايين نخرب، احنا جايين ندور على زينب وبس، وما حصلناها. خلينا نطلع قبل لا احد يجي. يلا بسرعه بسرعه يا امل، ارجوك بسرعه. اقتنعت الحين ان زينب ما موجودة عند الشايب ناصر؟ طبعا ما اقتنعت، يعني وين بتكون زينب؟ انا متأكد ان زينب ما زالت موجودة في الوادي، واذا تريد ندور عليها ندور عليها هناك. بعدني مصرة ان زينب موجودة عند عيسى. هذه أشجار المشمش منتشرة على طول الوادي، والصوت كان يتردد على الشابين في هذا الصوت، لكن صعب جدا تحديد اتجاه الصوت. أعتقد لو انقسمنا لمجموعتين سيدي يكون أفضل، وهذا اللي من المفروض نعمله يا رقيب جابر. بس المشكلة أشجار المشمش منتشرة على طول الوادي. اجمع المجموعتين وقسمهم إلى 4 مجموعات، وكل مجموعة تبحث في اتجاه، وهذه المرة ما نرجع إلا والبنت معانا، سواء كانت حية أو ميتة. والطائرة العمودية راح تكون معانا، أنا قمت بجميع الترتيبات والتنسيق. حاضر سيدي. يلا شباب، مجموعة اللي معي كلها مجموعة هنا، المجموعة الثانية تبحث مجموعة بهذا الاتجاه، وانتوا روحوا هنا، وانت تعال معي. يلا بسرعة بسرعة. إذن وين تكون راحة زينب؟ يا ريت لو تسمعي كلامي مرة، خلينا نفكر بعقل وهدوء. لنفترض أن زينب عند عيسى، ما سألتي نفسك هذا السؤال؟ ليش عيسى أخذها؟ وإيش يريد لها؟ لو قلتي لي راح يستخدمها كورقة ضغط ضد أخوك يا أحمد، فإيش هي المشكلة اللي بين أحمد وعيسى علشان يخطفها؟ ولا تنسي أحمد وأولاده لغاية الحين موجودين في بيت عيسى. تعرف ايش نستنتج من هذا؟ نستنتج من هذا انه ما في اي مشكلة بين احمد وعيسى علشان يخطفها. تعرف يا امل، انت ما فكرت في كل هذا الكلام. كل اللي فكرت فيه مكالمة عيسى لما يقول في الهاتف النقال خلي بالك عليها، تراها امانة. بس هذا دليل ما كافي يا شيخان، واحنا في صميم المشكلة. أنا ممكن الحين أتصل بحد من أصحابي وأقول له خلي بالك عليها، تراها أمانة، وأنا أعرفك زين أنت تحافظ على الأمانة. تعتقد أنا عن إيش أتكلم؟ عن زينب؟ لا، أنا أوصي على حمارتنا اللي في المزرعة. أول واحد يوصف المشكلة بهذه الطريقة.
ليش ما تردي؟ بعدين. من اللي متصل؟ شيخان، بعدها ما جاء الوقت اللي تعرف فيه من المتصل. بس أنا كنت أريد. شيخان، مثل ما اقتلعت الشك من داخلي تجاه عيسى، يا ليت لو تقتلعه من داخلك أنت بعد. خوفي عليك هو اللي يخليني أسألك عن الاتصالات اللي تجيكي، والفضول الزايد هو اللي يبادر بالسؤال. لو الشك نبت بين اثنين يحول السعادة لجحيم. هذا إذا الشك نبت من أساسه، فكيف إذا كان ما له أي وجود؟ بس بوادره موجودة يا شيخان. أيوة قدمتها، بس هو رفض الاستقالة. وليش عاد أحسن أنه رفض استقالتي؟ بس هو طلب مني طلب ثاني. تريد تعرف إيش هو يا شيخان؟ الأستاذ عيسى طلب إنه يتزوجني. طيب 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 يا سارة، طيب مع السلامة. أمل، أنا ما بقدر أدخل البيت أكثر من كذي. مشكور وما تقصر. أمل، يا ترى من هذا اللي اتصل فيك كل ساعة وحين يا أمل؟ تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. العطر ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني ودروني لا صديق ولا رفيق. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر.
وحدي والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور